Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary level. Thank you for watching. And now we will talk about concept 2 in unit 2, describing and measuring matter. ازاي بوصف وبقيس المادة. Lesson 1 activity number 1 ازاي ان انا بقيس المادة. جايب لي هنا صورة رولر وبالانس ميزان وصورة ترمومتر. طبعا احنا خدنا الثرمومتر بيقيس التمبريتشر، الرولر بيقيس اللينس، البالانس بيقيس الماس. In the previous concept, في الكونسبت اللي قبل كده, you have learned about matter and its states. اتعلمنا المادة وتعلمنا حالات المادة. How is matter described and measured? Matter can be described by its color, by its shape, texture, size. يعني بيقول لي ازاي انا بقدر اوصف المادة واقيسها. المادة نقدر ان احنا نوصفها باللون بتاعها، بالشيب، الشكل بتاعها، تيكتشر، القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي، او السايز، الحجم بتاعها. We can also describe matter based on its state. يعني ممكن ان انا اوصف المادة بناء على الحالة بتاعتها، يا اما solid او liquid او gas، زي ما خدنا قبل كده يا ولاد. We can measure نقدر ان احنا نقيس some properties خصائص المادة some properties of matter using some tools باستخدام بعض الادوات زي ايه؟ زي البالانس قلنا بيقيس الكتلة الرولر المسطرة بتقيس اللينس طيب الثيرموميتر بتقيس التمبريتشر طيب in this concept في هذا الكونسبت describing and measuring matter هنوصف وهنقيس المادة properties of matter يعني هنشوف خصائص المادة ايه measuring matter هقيسه ازاي uses of matter يعني استخدامات المادة بتستخدم في ايه وصف يعني describe tool يعني lens size يعني حجم thermometer يعني thermometer balance يعني ميزان temperature يعني درجة الحرارة activity number 2 في unit 2 a roof for every type of climate يعني بص الطقس لما بتغير من مكان لمكان لما بنيجي نصمم البيوت بنصممها بستايل معين بالذات السطح بتاعها فبشوف الروف بتاعي هعمله slanted مايل ولا فلات مش مايل وده بناء على الطقس بتاع كل مكان درس النهارده سهل خالص وبسيط ركز معايا rain or snow المطر يا ولاد او التلج can't enter the home through the roof of home A ولا home B يعني المطر والتلج ما بيقدرش ان هو يدخل اي بيت في دول طبعا يا ولاد هوم نمبر اي لان ده اصلا مصمم يعني يعمل ادابتيشن للمكان وللتلج وللكلايمت ولكل حاجة فهو متصمم على اساس كده بيبقى سلانتد من فوق بص كده ده سلانتد اهو من فوق عشان لو نزل اي مطر او رين او تلج او اي حاجة بيتزحلق اي حاجة الحاجة التانية شايف انت التلج اهو فهو اصلا البيت متصمم على اساس الطقس بتاع المكان تعال نشوف الكلام ده ازاي in this activity we will know some kinds of material هندرس انواع للمادة which people use اللي الناس بتستخدمها عشان تصنع الروف بتاع اي هوم او buildings او مبنى مثلا بيقول لي هنا مديني الديزرت روم
التزر تهوم يا ولاد، يعني ايه؟ يعني البيت اللي بيبقى في الصحراء، بيت صحراوي. طيب material of the roof made of strong stones، يعني بيكون مصنوع من الحجر الكبير جدا، يبقى made of strong stones. طيب انت شايف عندك في ميل ولا حاجة في الصورة دي؟ لا طبعا كله flatted، يبقى it is flatted. دي البروباريتز، بروباريتز of roof material. يبقى احنا خدنا الماتيريال بتبقى made of ايه، وخدنا البروباريتز بتبقى الخصائص بتاعتها ايه. it is flat، it protects the home from dust and dirt، يعني بتحمي، هي بتبقى فلات علشان تحمي البيت من التراب واي اتساخ. طيب الكولد ويزر هوم made of ceramic tiles او سيراميك بريكس. يعني ايه سيراميك تايلز؟ يعني بلاط السيراميك. يبقى الماتيريال اللي معمول منها الروف هي السيراميك، معمولة من السيراميك اللي بتبقى في الكولد ويزر، في الطقس او المنزل اللي بيبقى في طقس بارد جدا، في تلج ورينز امطار. يبقى قلنا made of ceramic tiles او ceramic bricks، يعني بلاط السيراميك. طيب البروباريتيز يا ميس بتاعت الروف دي بتبقى ايه؟ it is slanted، لازم تبقى مايلة او inclined. inclined او slanted الاتنين معناهم مائل، يبقى it is slanted او inclined. طيب it protects the home from rains، هو بيحمي البيت ده من الرينز الامطار والتلج. tropical rainforest home، يعني الغابات الاستوائية المطيرة. tropical rainforest home يعني المنزل اللي بيكون معمول في الغابة الاستوائية المطيرة. طيب يكون made of ايه؟ made of leaves and sticks. يعني ايه leaves and sticks؟ يعني مصنوعة من العصاية والأوراق، مصنوعة من العصا والأوراق، يبقى leaves and sticks. طيب بتكون البروباريتيز بتاعتها ايه يا ميس؟ بتكون slanted، لازم تكون مايلة. احنا قلنا rain forest يعني غابات استوائية مطيرة، يعني برضو بيبقى في rains، فلازم اعملها slanted. طيب ده هيحميني من ايه يا مس؟ it protects the home from animals getting inside، بتحمي البيت ان الانيمالز الحيوانات تدخل جواها. طيب نقرا الكلمات مع بعض. روف يعني سقف، مسطحة يعني فلات، بلاط السيراميك يعني سيراميك تايلز، slanted يعني مائل، الغابات الاستوائية المطيرة يعني tropical rainforest، tropical rainforest، غبار يعني dust، عصا يعني dirt، صحراء يعني desert، تراب يعني dirt، مائل أو منحدر يعني inclined، مائل أو منحدر يعني inclined. طيب the kind of material، نوع الماتيريال used to make a roof، يعني نوع الماتيريال اللي بيتصنع منه الروف او السطح، depends on، بيعتمد على climate، بيعتمد على الطقس، where the home is located، وعلى حسب البيت ده بيكون فين مكانه، يبقى على حسب اللوكيشن وعلى حسب الكلايمت. يبقى ركز معايا، بيجي لي سؤال complete او choose the kind of material that used to make a roof depends on. هقول اول حاجة الكلايمت، تاني حاجة where the home is located، يعني اللوكيشن والكلايمت. تعالوا نحل التشيك مع بعض يا حبايبي. check your understand، put true or false، the desert home roof made of leaves and sticks. لا طبعا هنا الديزرت اللي هو بيبقى في الصحراء، احنا قلنا بيبقى فلات وبيبقى مصنوع من ايه يا ولاد؟ بيبقى مصنوع من السترونج ستونز، يبقى دي كده فولز. روفز اوف بيلدينجز، الاسطح بتاعه المباني،
protect them from rain و animals و dust و dirt and other things getting inside والanimals اللي بتيجي تدخل جواها. طبعا الكلام ده true، هو مجمع لك كل انواع الروفز، ما حددليش روف معين، وقال لي ان هو بيحمينا من الرين والانيمالز والداست والديرت زي ما احنا خدنا بس بالظبط انواع الروفز، يبقى كده تمام بترو. The tropical rainforest home has a flat roof، يعني الغابات الاستوائيه المطيره بيكون فيها السطح او المنزل بنعمله بسطح ايه يا ولاد؟ فلات. طبعا لا، احنا بنعمله بسلانتد. طيب شو ذا كوريكت انسر؟ ذا روف اوف ديزرت هوم، يعني السطح بتاع المنزل الصحراوي بيكون مصنوع من ايه يا ولاد؟ احنا قلنا سترونج ستون. برافو عليكم. طيب نمبر 2، ذا كايند اوف ماتيريال يوزد تو ميك ا روف ديبينس اون زنقت، يعني نوع الماتيريال اللي بيكون مصنوع منها الروف السطح بيعتمد على ايه يا ولاد؟ احنا قلنا الكلايمت، على حسب الطقس اللي موجود في البيئه او في المنزل، المكان اللي موجود فيه المنزل. ماتيريال يعني ماده، كلايمت يعني مناخ، لوكيتد يعني تقع، بريكس يعني طوب. بريكس يعني طوب. What do you already know about describing and measuring matter؟ Activity number 3 يا ولاد، بيقول لي انت تعرف ايه عن وصف وقياس المادة. Everything around us، كل حاجة حوالينا، is made of matter، يبقى بتكون مصنوعة من المادة. Now we will learn about how to describe، ازاي ان انا بوصف and measure matter، ازاي ان انا اوصف واقيس المادة. اول حاجة describing matter، you already know what is the matter and it could be a solid, liquid, gas. يعني انا ازاي بوصف المادة؟ انا بوصفها من حيث الحالات بتاعتها، الستيتس بتاعتها، بتكون solid ولا liquid ولا gas. طيب تاني حاجة، matter can be described، اقدر ان انا اوصف المادة من خلال color والشيب، اللون والشكل بتاعها، odor الريحة بتاعتها، texture القوام، and size الحجم. طيب نمبر 2، ازاي ان انا اقيس المادة؟ measuring matter، ازاي ان انا اقيس المادة؟ احنا خدنا قبل كده ان المادة يمكن قياس اللينس بتاعها، ويمكن قياس الماس، وممكن الفوليوم، وممكن التمبريتشر. تعال نشوف ازاي. each property، كل خاصية of material، كل خاصية للمادة، can be measured by using a special measuring tool، باستخدام أدوات القياس المخصصة. The following table shows، التيبل اللي قدامي ده يا ولاد هيوضح لي some properties of matter، يعني خصائص المادة، and the measuring tool used to measure each of them، وبقدر ان انا اوصفها برضو او اقيسها باستخدام الميجرنج تول، الادوات، باستخدام ايه؟ الادوات المستخدمة في قياس المواد. تعال نشوف التولز دي هي ايه والبروباريتي هتكون ايه. البروباريتي انا عندي الفوليوم، الخصائص بتاعتها، عندي الحجم بتاعها قد ايه، اللينس، التول بتاعها، الماس، الكتلة، التمبريتشر، درجة الحرارة. طيب ايه مس اللي انا بقيس فيه؟ الادوات اللي انا بقيس بيها ايه هي؟ ميجرينج كاب، اللي هو بيبقى مدرج، كوبايه بتكون مدرجه، او التاب ميجر اللي هو المتر اللي احنا بنستخدمه في بيوتنا ده على طول، اسمه تاب ميجر، ادوات للقياس يعني. طيب ورولر، الرولر برضو بستخدمه في قياس اللينس، يبقى انا عندي حاجتين لللينس، التيب ميجر والرولر. طيب بالنسبة للماس بقيسه بايه؟ بالبالانس، بالميزان. طب التمبريتشر بقيسه بالثيرموميتر. You may need to measure more than one property، انت ممكن تحتاج ان انت تقيس اكتر من واحدة، اكتر من خاصية واحدة للشيء الواحد. يعني انا عايزة اقيس
volume ولينس ينفع او ينفع of a material to determine if this material is the right one you can use for a certain purpose or not. يعني دي عشان اعرف دي المادة اللي انا هستخدمها للشيء الخاص اللي انا عايز استخدمها فيه ولا لا. فبقس لها كذا property مع بعض في نفس الوقت. يديني هنا اختيارات measuring cup وthermometer وruler وbalance. A tool is used to measure the mass. خلي بالك the mass of materials عشان اقيس الكتلة بستخدم مين؟ البالانس. يبقى البالانس دي هتبقى number one. A tool is used to measure the temperature يبقى اكيد الثيرموميتر يبقى دي number two. ثيرموميتر. طيب a tool is used to measure the volume. الفوليوم قلنا بنقيسه بالميجرينج كاب يبقى هنا number three. measuring cup number three. A tool is used to measure the length of materials عشان أقيس طول المادة يبقى الرولر استخدم الرولر يبقى دي number 4. Odor يعني رائحة عرض معين يعني certain purpose. Measuring cup يعني وعاء للقياس. Texture يعني ملمس أو القوام بتاع المادة. وبكده يا ولاد نكون خلصنا في lesson 1 activity 1 و 2 و 3. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم نحل مع بعض exercises on lesson 1. اللي لسه مشتركش في القناة يا ولاد ينزل دلوقتي يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو عشان الاستفادة توصل لكل زمايلكم. ويلا باي باي.